جامعة المنصورة اتصدرت الجامعات المصرية في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار من خلال محو أمية أكثر من 12,000 دارس ودارسة، وده بيتم ضمن دور الجامعة في تنفيذ خطة محتوى أو محو الأمية بمختلف المحافظات. إنجاز كبير بتحققه جامعة المنصورة. نتعرف على تفاصيل أكثر. معانا على الهاتف الأستاذ الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. يعني في البدايه بنبارك يعني محو اميه اكثر من 12,000 دارس ودارسه وتحقيق المركز الاول والوصول لهذا الرقم الكبير في محو الاميه. بدايه حابين نعرف تفاصيل اكثر، ازاي ده تم وعلى اي مرحله؟ اولا احنا عندنا خطه استراتيجيه بنستهدف من خلالها محو الاميه، خطه مصر 2030، ان على مستوى محافظه الدقهليه ما يكونش عندنا ولا مواطن امي. جميل. وبالتالي الجامعه وضعت خطه لخدمه المجتمع منذ عام 2019 بإبرام اتفاقية مع هيئة كبار التعليم، مع هيئة تعليم الكبار على مستوى الجمهورية ومنها فرع الدقهلية. وبالتالي بدأنا نضع خطة لمستوى الكليات التربوية زي كلية الآداب وكلية التربية والتربية النوعية والطفولة المبكرة وكلية التربية الرياضية، وألزمنا كل طالب أن يكون بتعليم 4 مواطنين على مستوى 4 سنوات، يعني بمعدل كل سنة طالب، وده متطلب تخرج، يعني مش هياخد الشهادة بتاعته إلا إذا وفانا بما يفيد من هيئة تعليم الكبار أن كل طالب قام بتعليم ومحو أمية 4 مواطنين. يعني ده تكليف، ما ينفعش يتخرج الطالب إلا بعد ما يساهم في محو أمية 4. بالظبط كده، ده من 2019 جدا. ده خطة استراتيجية لجامعة المنصورة. طيب إزاي بيتم العمل على دمج الطلاب للمشاركة في المبادرة؟ إزاي نقدر نخلي أكبر عدد ممكن من الطلاب يندمجوا في المبادرة دي، وبيحصل بقى نوع من أنواع يعني التواجد بقى أو تبادل الطلابي؟ يعني مش عايزين نقولها تبادل طلابي، بس خلاص بيتم محو أميتهم، بيحسوا أنهم طلاب نظاميين وبيتم بقى إيه دمجهم في المبادرة دي. هو طبعا نوع من التشجيع اولا من قطاع شؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه وقطاع شؤون التعليم والطلاب والساده عمداء هذه الكليات المعنيه والساده وكلاء شؤون التعليم والطلاب. وفي ذات الوقت عندنا وحده بتتولى تدريب الطلاب على كيفيه محو الاميه. ومن ثم الطالب بيكون عنده انتماء ولاء اتجاه الدوله المصريه منذ الفرقه الاولى، ان احنا بنقول له انت مطلوب منك تكون ايجابي، ومطلوب منك ان انت تساهم في محو اميه بلدك، قريتك، النجع اللي احنا منه، الكره، يعني بحيث ان احنا في النهايه الطالب يكون فيه استجابه ان شاء الله له يعني. طب دكتور شريف، حابين نتعرف ايه ابرز الصعوبات اللي بتواجه حضراتكم في تنفيذ المهمه القوميه دي، محو الاميه لكل ابناء المحافظه اللي موجودين في محافظه الدقهليه؟ هل في صعوبات بتواجه حضراتكم من قبل الاهالي مثلا؟ مفيش استجابه، مفيش حوافز بتقدم ليهم بشكل كافي؟ هو احنا الحقيقه ربما كان في الاول مشكله نشر هذه الفكره او التوعيه لديها، انما الجامعه بدات ترسل قوافل طبيه شامله من ضمنها محاضرات او ندوات توعويه ازاي نحس اهالينا من الكره والنجوع والكفور ان هم يتم محو اميتهم. وبالتالي بنشتغل على الجانب الطبي والجانب التوعوي والجانب الثقافي، ومن ثم يستطيع الاهالي يندمجوا معنا مع التعاون مع هيئه طبعا تعليم الكبار. أكيد في مدة معينة بيتم تحديدها لكل دورة في محو الأمية بتستهدف عدد معين من الناس، ولا الدورة أيا كان العدد اللي موجود بتبتدي وبتنتهي وقت ما بتخلص بقى؟ إحنا عندنا 3 دورات بيتموا في السنة، كل دورة 3 شهور من أول يناير وأبريل ويوليا وأكتوبر، وبالتالي بيتم التنسيق مع الهيئة ومع حياة كريمة، ومن ثم بيمدونا بمعلومات وداتا عن المواطنين اللي نقدر نقوم بمحو اميتهم.
فبيبذلوا معانا مجهود. يعني الحقيقه بوجه لهم شكر جزيل في هذه المناسبه. اكيد حضرتك قلت انه من متطلبات التخرج في الجامعه دلوقتي ان كل طالب لن يحصل على شهاده التخرج الا بعد ان يمحو اميه 4 من اهلنا الموجودين في محافظه الدقهليه. على الجانب الاخر بقى بسال حضرتك، ايه بقى الحوافز اللي ممكن ان تقدم لاهلنا من عدم القادرين على الكتابه والقراءه ليقبلوا على هذا البرنامج وعلى هذه المبادره؟ يعني نحفزهم ازاي عشان يمحوا اميتهم؟ هو زي ما انا قلت لحضرتك، احنا بناخد اولا هيئه التعليم الكبار وحياه كريمه بينشروا الثقافه دي. والحقيقه يعني الوحدات الخاصه بحمايه حقوق الانسان وحمايه المراه، كل القطاعات بتشتغل على ازاي انا انمي لدى المواطن فكره ازاي يعرف يقرا ويكتب، عشان نقدر نصل ل 2030 ما فيش عند مواطن. ودي خطه الدوله المصريه اللي الحياه بتسعى ان هي تصل اليها. وفي ذات الوقت الجامعه بتساند من خلال القوافل ومن خلال الندوات اللي احنا ممكن نصل منها الى تحديد الاشخاص غير القادرين على الكتابه وتشجيعهم على هذا العمل. وده بيحقق نوع من التوعيه، من خلال التوعيه، من خلال تقديم خدمه طبيه، من خلال بنعرفه ايه الاثار المترتبه لفوض الام. يعني كل التحية والتقدير لحضراتكم، ويعني ده بيؤكد على دور وقيمة خدمة المجتمع اللي بتقدمها الجامعة. كل جامعة من جامعاتنا المصرية ليها دور كبير جدا في خدمة المجتمع المحلي اللي موجودة فيه. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة.